السلام عليكم خوتي المغاربه خواتاتي المغربيات. اولا تنقدم لكم نفسي، انا بنت الاخ ديال علا القرشي الاستاذ اللي توفى سنه 1998، مات مقتول. انا يلاه اول مره تنخرج بهذا التصريح هذا، كان نجاوب القنوات كاع اللي دايره الضجه كتهضر على هذا الموضوع هذا، كتهضر على هذا الاستاذ وكتهضر على سي محمد بن طازوط اللي كان متهم بالقتل ديال القرشي، وكنرد على الاخ ديالو. كنت شفته في واحد الفيديو كيصرح بداكشي ديال الاخ ديالو، وكان جبدنا حنا في الموضوع وقال بان عائله القرشي ما تحركات ما حتى شي حاجه. بغيت نقول لك عائله القرشي ماشي ما تحركاتش، عائله القرشي من 1998 وهي كتعيش رعب وكتعيش اكتئاب وكتعيش يعني بزاف د الحوايج ضرر، يعني مؤلمين بزاف من 1998 الى يومنا هذا، وزاد كثر من هذا الشيء، زاد خرج وشفنا هاد الفيديوهات والناس كيعيطوا لينا وكيقولوا لينا هذاك السيد اللي كان متهم بالقتل ديال عمكم راه خرج، يعني كل واحد كيفاش كيعيط كل واحد كيفاش كيهضر. لان انا ما تندخلش اليوتيوب بزاف بحكم الخدمه ديالي وبحكم ما كنعيش انا في المغرب، كنعيش في الديار الاسبانيه، يعني ما كندخلش اليوتيوب بزاف. تلقيت مكالمات من عند بنات صحاباتي من عند الناس اللي تيعرفونا، كيقول لك هذاك الشخص اللي كان متهم بالقتل ديال عمكم راه خرج، يعني حنا عاد زاد هذا الشيء عاود بحال عاد حيا علينا، زاد حيا علينا هذا الشيء. حنا تنقولوا لذاك السيد محمد بن طازوط حنا ما ظلمناهش وما اتهمناهش، حنا فحالنا فحالو، حتى حنا درنا تحقيقات عند البوليس كيف حالنا كيف حالو، يعني كاع الناس اللي كانوا تيعرفوه ومن العائله والناس كاع اللي قراب ليه كلشي دار تحقيق عند البوليس. حنا سي محمد بن طازوط تنتفاجئ به انا نهار المحكمه اول مره تنشوفو بانه هو اللي متهم بالقتل ديال القرشي اللي هو عمي الله يرحمه. حنا سي محمد بن طازوط ما عمرنا قلنا هو اللي قاتل ولا اتهمناه ولا قلنا ليه انت القاتل ولا، يعني شوفوا حنا تبعنا المسطره القانونيه وقلنا القانون خدم جراه، ما ظلمناش حنا السيد بتاتا، وما تنقولوش هو اللي قاتل، يعني هادوك الناس اللي ظلموه واللي داروا ليه هذا الشيء خصو يتابع هادوك الناس ويعاود يدير تحقيق في الملف، حتى حنا ماذا بينا نعرفو ويتعاود هذا الملف هذا ويدار ليه تحقيق ونعرفوا القاتل الحقيقي الا كان هذا السيد بن طازوط مظلوم، لان الظلم ماشي سهل. واحد الانسان اللي تظلم 22 عام هو في الحبس، وكما حنا تظلمنا معاه 22 عام وحنا تنعيشوا الالام والبكاء، وكاينه الاسره اللي ماتت بهذا الشيء، يعني انايا عندي عماتي مرضوا، عندي واحد عمتي ماتت بالفقصه ديال خوها، يوم على يوم كانت كتبكي عليه، عندي انا الوالد ديالي يوم على يوم تيبكي عليه، لدرجه داير القلب داير عمليه ديال مركب لاباري في القلب، يعني بسبب ديال هذا الشيء بالمعاناه ديال هذا الشيء. كيما نتوما عانيتو راه حنا حتى حنا تنعانيو، حتى حنا ما سهلاش علينا بان واحد الشخص قدوه وهرم في العائله يضيع علينا، ويعني ماشي شي واحد اللي شخص عادي راه استاذ ويعني وعنده سمعه طيبه مع الناس، وماشي شي واحد اللي يعني خايب، حتى نتلقاو حنا خبر بان عمنا مقتول وبطريقه بشعه، يعني لا يعقل، يعني راه ماشي كسيده ولا مات وطاح في الفراش ومات، ماشي ساهله حنا باش نتلقاو هذا الخبر بحال هكا، يعني باش نتلقاو اليوم حنا الراس اليوم والغدلين نلقاو من بعد 3 ايام نلقاو الكسده ومقطعه ومفصله. راه واخا نهضر معاكم دابا ونشرح لكم ونقول لكم باش كنا تنحسو، نشرح لكم تنعيه ما غتشوفوا ما تحسوش بالاحساس اللي كنا حاسين به حنايا الى يومنا هذا. تنقول لكم شي راه من نهار اللي بداو تيطرموا هاد الفيديوهات ديال محمد بن طازوط فاش خرج وتنتلقاو مكالمات وتيقولوا لينا وهذا، حنا زاد حيا علينا هذاك الشيء ديال 1998، رجعنا نعيشوا في 2020. حنا هاد السيد الا كان مظلوم بغينا الحق ديالو يبان والحق ديال عمنا حتى هو يبان، نشوف حنا الشخص اللي قاتل من بعد 22 عام والسيد باقي تيطالب بالحقوق ديالو واخا خرج وتا هو في زنزانه في دارهم، ما ساهلاش حتى هما عليهم، وتنطلبوا من الله يبين لي الحق ديالو. راه ربي ما تيبغيش الظلم، راه الله تيقول هو بعزتي وجلالي لا انصرنك ولا بعد حين، ربي غادي ينصرك الا كنتي مظلوم،
الا كنتي مظلوم ربي غادي ينصرك وغيبين لك الحق ديالك. وحنا هذا الشيء باش كنطالبوا فاعاده حنا هذا الملف، وكنناشد من هذا المنبر كنناشد جلاله الملك محمد السادس يدير اعاده في النظر في هذا الملف، ونعرفوا حتى حنا القاتل الحقيقي. ماذا بينا نعرفوا القاتل الحقيقي؟ حتى حنا راه الى يومنا هذا باقي تنعاني وباقي تنبكي وباقي حتى نهضروا على هذا الشيء يوميا وديما، وفيما تنكونوا العائله مجموعه جعيد كانت فكروه جا مثلا جات عمتي عندنا ولا العائله كتجمع ديما، علاش وكيفاش وعلاش شدوه وكيفاش داروا لي وكيفاش داوه، يعني راه ما ساهلاش، راه حنا كنهضروا مع راسنا بوحديتنا، راه بعد المرات كنكونوا جالسين كل واحد كيهضر مع راسو، ما ساهلاش علينا. نتوما بعدا راه هو اتهم ب 22 عام ديال الحبس، وراه كنتو كتشوفوه وكتمشيو عنده، واخا هو متهم وما داير والو، الا كان مظلوم تنقول انا الا كان مظلوم راه بعدا هو خرج وغيقلب على الحق ديالو بيديه حتى تبان البراءه ديالو، حنا معاه. ولكن راه حنايا السيد مات ودفناه وما عارفينش حنا هذا السيد القاتل الحقيقي مازال ما باينش من بعد 22 عام، والسيد بنطازو تخرج وباقي تيقول هو مظلوم، يعني راه ماشي انسان دوز 22 عام ديال الحبس وخرج باقي تيطالب بحقه، من حقه الا كان مظلوم راه من حقه تنطالبوا حتى حنايا الاعاده ديال هذا الملف هذا ونعرفوا القاتل الحقيقي، لان حتى هو باش يرتاح داك السيد في القبر ديالو. حنا راه هذاك كان عندنا قدوه وهرم في العائله، وكان هو كل شيء، هو العم الوحيد، هو الاخ الوحيد ديال الوالد ديالي، اللي الوالد ديالي اللي رباه بقى مع خوته رباه وقراه وكونوه حتى دار العائله، من بعد يعني فجاه بنادم طار وتقرض وتقطع، راه ما ساهلاش اخوتي، راه ما ساهلاش، يعني صعيب الحال، راه واخا نهضر واخا نوصف لكم واخا تنعيا ما ساهلاش. وحنا حتى حنا من هذا المنبر تنوجه رساله لمحمد بن طازوت، الا كنتي مظلوم الله يبين لك الحق ديالك، وان شاء الله الا كنتي مظلوم ربي غادي ينصرك كما قلتها لك. وكما تنقول الاخ ديالك راه حنا ماشي ما تحركناش، راه حنا كنهضروا ديما ولكن ما تسمعنا حتى شي واحد ملي كنكونوا تنهضروا، والاكتئاب اللي عشناه والرعب اللي عشناه والخلعه اللي عشناها ديما راه نتوما ما طالعوش بينا وحنا ما طالعينش بكم، يعني كل واحد كيحس به الله سبحانه وتعالى. هذا الشيء اللي نقدر نقول لكم اخوتي المغاربه، والسلام عليكم.